شنو اخرت هوية هالباص ما في نزل رياض هم جايين ودا يفتشون على التليفونات وفاتحين الجنط اخبار ما حلوة ابدا. هاي جايز شلونكم؟ ان شاء الله كلكم تكونون بخير وتشوفون فيديو اليوم. جود مورنينج. انا ما دا افهم شنو اخرتها ويا هالباص ما السنة هاي، يعني توني بس دا البس الحذاء دا انزل ما لقيته، بعدين يعني شنو هاي؟ هسه دا اروح لمكان شوي على مود ينتظرني بمكان ثاني. هوا جايز خرافي. فهي هاي معاناتي والله هاي السنة. انتوا قولوا لي شو معاناتكم بما انه رجعت المدرسة. يعني في نزل رياضة حاليا، يعني أنا مو فاهم منو الذكي اللي خلى حصة الرياضة أول حصة؟ تقولوا بهاليوم الواحد اللي غبت بيه إنه غيروا الجدول، يعني هذا الشيء ما حلو، من الصبح الواحد يعرق، يعني هسا عن نفسي أني عادي ما ألعب بس بالصف، يعني شلون ينزلوا الرياضة ويروحون ويلعبون طابة من الصبح؟ أنا مو شايف قدامي لأنه إجت مشي، نص إجت مشي، يعني ما أعرف ليش حظي دائما من أغيب تصير اكو تغييرات هواية بهذا اليوم، مو بس تغييرات حتى أكشن يصير. يعني عرفت البارحة انه الاساتذة كلهم جايين ودا يفتشون على التليفونات وفاتحين الجنط وميت شي وشي، يعني كل شوي بدي اصور ويجي احد يفتح الباب. طبعا احنا جايز بالاسبوع الثاني بالمدرسة، يعني هسه صرنا مداومين اسبوع كامل وهي اسبوع جديد، فالله يستر وان شاء الله هم هذا الاسبوع يكون سهل، ان شاء الله هذا الفصل كله يكون سهل مو بس هذا الاسبوع. يعني نسيت اقول لكم انه طفي ما في كاميرات، فين هذا المكان اللي هنا؟ هذا المفروض كاميرا بس شايليها، يعني انا هسه مو مراقب. اساس قالوا انه هذا الاسبوع حطوا لنا مكيف بس كل شيء ماكو الحمد لله. جو هالايام صاير مثل ما انا اريده بالضبط، يعني اوكي في شمس بس هم شويه اكو هواء. طبعا التوقيت الشتوي يبدا 27/10 ويقولون هم انه يوم الاربعاء راح ينزل امطار، فما اعرف اذا هالشيء صح ولا لا، بس اذا هالشيء صح فيس. جايز انا كنت مشغول وياكم واخر شيء طلعوا. اي وين راحوا هذول الثاني؟ تحيجون للصف، سو اشوفكم بعدين. خلصنا هذا اليوم والى المنزل. Day 2. هاي شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم تكونون بخير وانتو تشوفوني حاليا. جايز اكو اخبار ما حلوه ابدا، بس اول شيء خل اشرب. المهم اكو اشياء صدق صارت ما حلوه ولازم اقول لكم عليها، تخص اليوتيوب شوي. شوفوا احنا اليوم يوم السبت، قبل اول البارحه يوم الخميس بالمدرسه صار شيء ما حلو. انا دائما من عوايدي هي اول شيء التليفونات ممنوعه بالمدرسه. اللي صار انه اجى دائما كان دائما الاستاذ يجي ياخذ التليفونات والطلاب ينطوه ويروح ما يفتش يعني، بس اللي صار كان مؤسف كله. يعني طبعا ما كنت اسلم التليفون، يعني اوكي كان كل الصف يسلم الا اني فون هذا الشيء، يعني من خلال الفلوجات اللي كنت اصورها. اللي صار هذا اليوم قلت يلا ما حيفتش وما اعرف منو، مع الاسف فتش. ليش ما اعرف، يعني فتش فجاه، يعني اجى اخذ تليفونات بس شاف انه العدد مال التليفونات اللي انطوه هي اقل من دائما ففتش. بعد ما فتش انا وين كنت حاط تليفوني؟ بالجنطه. يمكن انا لو حاطه بجيبتي يمكن كان اسهل، لانه هو ما فتش الاشخاص نفسهم، فتش جنطهم. انا قلت له ما عندي، يعني قلت له انه مسلم انه مصمم انه يفتش الجنطه وفتشها ولقى التليفون مع الاسف. يعني انا واثنين وياي بالصف كنا مسوين هاي الخطه، يقول له احنا سلمنا واحنا حاطين بالجنطه بس مع الاسف انكشفنا، وحتى كانوا دا يفتشون على التدخين، يعني انا ما عندي شيء لانه انا اساسا ما ادخن. اخذ التليفون وانطانا اياه، يعني هو رجع لي اياه اخر الدواء. بس الشيء المحلو هسه صار انه صارت التليفونات ممنوعه ابدا بالمدرسه. زمان كنا نقدر نجيب التليفون ونسلمه للاستاذ وناخذ الدوام، هسه لا صار يعني ابدا ما يريد التليفونات، انه حتى ما يريد نسلم الهيا وناخذ اخر الدوام، ما ابدا. بصراحه هذا الشيء ما حلو، لانه يعني هذا الشيء اكيد حياثر على القناه، لانه تعرفون انا كنت اسوي فلوجات بالمدرسه بما انه هسه المدرسه باديه، فهسه ما اعرف شلون راح اصور فلوجات. يعني هسه باكر مثلا يوم الاحد باكر
ما راح اجيب التليفون، لازم اعرف شنو الاشياء اللي حتصير، هل اكو ناس بعدهم دي يجيبوا ترى اماكن جديده للتخفيه عاد بعدين اجيبه. هسه انا عندي طرق للتخفيه اخترعتهم هسه، بس ما اعرف، خايف الصراحه ان اخاطر. ادوب انطوني اياه انا التليفون، يعني عادي ممكن يبقى وياهم يومين ثلاثه. هسه انا ما مجرب هذا الشيء، يعني كل ما انمسك كانوا ينطوني اياه اخر الدوام. انا انمسكت كلها كانت مرتين، مره من داقش بالامتحان، قلت لكم على هاي الشغله قلت البارحه، يعني هذا لازم دائما يخرب علي التصوير. شوفوا جايز، بس خليني اقول لكم هاي الشغله، انا دائما الشيء اللي يشفع لي يعني من تصير وياي مشكله بالمدرسه هو ادبي، لانه انا يعني دائما الاساتذه يعرفوني اني ما اسوي مشاكل وما اروح لهم واسوي عركات وطول، هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يمشون وياي. يعني والله العظيم دا احس نفسي هسه صرت صف اول ثاني، يعني هذول الصفوف في الروضه، يعني اكو واحد بهذا العمر وبهذا الصف ما يجيب تليفونه وياه؟ اوكي انسوا التصوير وانسوا اليوتيوب، يعني الواحد هم يحتاج تليفونه لهوايه شغلاته هو بالمدرسه، يعني بلكي مثلا الباص راح علي لازم اتصل بحد. فمختصر الكلام، بالوقت الحالي ما حنجيب التليفون، فيديوهات المدرسه راح تتاجل شوي لاشعار اخر لحد ما اعرف شو بدي اسوي او شلون راح اجيب التليفون وشنو الطريقه اللي راح اضمها بيها على مود لا ينكشف وبس. صفي المعكرونة حاليا، حطها بهذا الصحن خليه يبرد بعدين احطه بالثلاجة، حطها هيج، طلعناها وبقى هذولا ايش قد اكره الاكل اللي يلزق هيجي، خلاص ننقعها وعد بعدين اغسلها، هذولا نحطها بالغسالة، الاكل هم هنا خلاص. واو هذا نوديه هنا اضمه، جبت من هذولا شيء يعني كلش طيب، هاي دقوس وهاي لبنة دوائر، في من هاي بعدني ما فتحتها جبنة بيضة بس نفس هذول، احط شوية ملح وزيت زيتون على الاكل. هيجي كون خلص الاكل. جايز اخذت التليفون اليوم بس ما صورت شيء لاني سلمته، يعني عادي نجيبه بس نسلم، ما داعي اعرف شو يسوون هالخوف.